موضوع جميل، لان احنا فعلا عندنا عادات كتيره يعني محتاجين نحسنها شويه في تخزين الدواء من اول ما بنشتري الدواء من الصيدليه لغايه ما نرجع البيت. حتى الصيدليه بيبقى ليها شروط، يعني احنا معظم الادويه احنا بنقول دايما درجه حراره الغرفه دي اخرها 30 اللي هي الامبيانت. فلو انا مثلا اشتريت الدواء من الصيدليه وحطيته في شنطه العربيه ورايح مشوار، ده اكتر من 30، ده اول مشكله في الحفظ مثلا. فده اول حاجه ما ينفعش يتحط في شنطه العربيه وتي. مده قد ايه يا دكتور؟ البيت. لو درجه حراره كسرت 30، يعني مثلا انا لو ركنت العربيه وسبت الدواء جوه العربيه خلاص دي كسرت ال 30، ده يبقى كده باظ. ايا كان قعد ربع ساعه نص ساعه مش هتفرق؟ انا طبعا يعني على حسب، لو في الشتاء ومفيش شمس وبتاع خلاص تمام، لكن طبعا لو في الصيف ده درجه الحراره اليومين دول وتساب في اي وقت في العربيه واتقفلت العربيه ومشيت ورجعت له غالبا درجه الحراره كسرت 30. يعني ده احنا معظمنا يا دكتور بيعمل كده وما نتخيلش انه ده يخلي الدواء يبوظ. ناس بتسيب ادويه في العربيه، يعني احنا بنروح ماشيين بعلاج دايما يا دكتور. بالظبط، شريتين ثلاثه كده في العربيه احتياط، دول بايظين مبدئيا، دول خلاص دول باظوا بايظين. يعني يا دكتور ما هو احنا اكيد كلنا بنعمل الحركه اللي حضرتك قلتها دي واخدنا الدواء، تاثيره علينا ايه؟ لا لا، هو مفيش مشكله، هو في ادويه وده معظم الادويه، هو لو درجه الحراره بتاعته عاليه او ان هو عدى الصلاحيه فعاليته بتقل. معظم الادويه كده، قليل من الادويه اللي هو لو صلاحيته خلصت او ان هو مثلا تعرض لدرجه حراره عاليه ممكن يجيب اثار جانبيه، دي عددها قليل وبتبقى معروفه يعني. لكنه بشكل عام يا دكتور امن لكنه غير فعال. امن الى حد ما، لان طبعا انا ما نعرفش الدواء ده طبيعته ايه، في ادويه بتبقى امنه، في بعض الادويه بس دي قليل اللي ممكن لو درجه الحراره عاليه تبتدي يبقى مؤذي لجسمك. زي ايه يا دكتور؟ ده بيبقى مكتوب عليها، زي مثلا الادويه اللي هتلاقوها موجوده في ورق مفضل عشان نسهل على الناس، مش في ادويه الناس تشتريها تلاقي فوق الشريط في ورقه مفضله مثلا. ده ممنوع يتعرض لشمس ورطوبه. فده لو اتعرض واتساب في العربيه لا ده مضر، ما ينفعش يتاخد. ده للتبسيط يعني. فمعظم الادويه اللي عليها ورق مفضل من بره متغلفه بورق مفضل دي يعني ما ينفعش تتاخد لو الحراره عاد. طيب خلاص احنا رجعنا البيت بقى بنعمل غلطه ثانيه، بنحط الدواء يا اما عاملين صيدليه في الحمام او في المطبخ، اكتر مكانين فيهم حر وفيهم رطوبه. غالبا المكانين دول درجه الحراره بتوصل اكتر من 30 برضو والرطوبة بتاعتها عالية، الأدوية بتبوظ من الرطوبة، الدواء لازم يحفظ في مكان جاف، بتلاقيها دايما مكتوبة في أول حاجة في الانسيرت ليفلت اللي هي الورقة اللي موجودة النشرة الداخلية، مكان جاف ودرجة حرارته مش عالية. وهيبقى مكتوب دايما في النشرة الداخلية لو كان الدواء ده محتاج تلاجة. طيب لو محتاج تلاجة محتاج برضه يتحط في مكان جاف في التلاجة، ما يتحطش جنب مثلا حاجة ممكن تنزل عليه مية تخلي الرطوبة فيه عالية. فلازم برضه يبقى في درج معين وابقى عارف درجه الحراره بتاعته كام، هل هي من 2 ل 5 لغايه مثلا محتاج انه يبقى اقل من 2. في ادويه ناس كتير بتحط الادويه مثلا في الفريزر، لا الادويه ما بتتحطش في الفريزر، الادويه بتتحط في الثلاجه، الا ادويه قليله جدا.